بجدد الترحيب بحضراتكم في البيت الكبير، واخر فقراتنا النهارده مع نجم من نجوم النادي الاهلي السابقين. احنا كنا لسه بنتكلم قبل الفاصل على تالق محمد الشناوي وحراسه المرمى في النادي الاهلي، دائما وابدا بيكون فيها حراس مميزين بيمثلوا النادي الاهلي بيمثلوا منتخب مصر على الصعيد الدولي. النهارده هنناقش الكابتن احمد فوزي، على موضوعات طبعا الشناوي، وكمان هنتكلم على ملفات مختلفة، ملف على سبيل المثال إلغاء مثلا المساحات في الدوري الممتاز اللي يمكن ظهر على الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة، هنناقش الكلام دوت. كمان على مستوى الدولي منتخب مصر بقيادة الكابتن حسام البدري، مشوار المنتخب في الفترة اللي جاية، كل دوت في حوار إن شاء الله يكون ممتع مع الكابتن الكبير أحمد فوزي. كابتن بنرحب بيك في النادي الأهلي. أنا اللي متشرف إن أنا أكون مع حضرتك كابتن هاني، وأتمنى إن أنا يعني أضيف حاجة للبرنامج. طبعا وجودكم حاجة كبير جدا في القناة، نتمنى لكم التوفيق، وعاملين دويتو رائع مع بعض، ربنا يوفقكم ويزيدكم إن شاء الله. الله يخليك، منورنا لأول مرة في البيت الكبير كابتن أحمد فوزي. الكابتن والدكتور، علشان كده لازم نسأل على من المحق، هل الأندية النهاردة اللي رفضت ان هي تعمل المسحه، ولا اتحاد الكوره هو من له الحق؟ بس قبل ما ندخل في القصه دي، لانها قصه كبيره وضروري جدا نسمع فيها حتى رؤيه يعني طبيب صيدلي كابتن احمد فوزي، عايزين نعرف رايك في اول ما تسال حد عن الشناوي، عارفه او عارفه من بعيد او حتى لعب قدامه، لانه كابتن احمد فوزي لعب قدام محمد الشناوي ايام بتروجيتو، ايام حرس الحدود، صحيح؟ فتقول يقول لك على طول انا كنت حاسس، انا فكرته، انا تنبأت له، انا قلت له. عايز اخد رايك بس في الجزئيه دي، علشان عندنا سؤال عايزين يعني. طيب بدايه طبعا الشناوي نتكلم فيه، الشناوي بقى حاجه تانية خالص. اشتغل على نفسه جامد من يوم ما مشي من النادي الاهلي، حاطط قدامه انه يرجع تاني، ودي حاجه مش اي حد بيشتغل عليها. ساعتها كابتن اللعيب حضرتك اضرب بيا طبعا، اضرب الكلام ده، بتضيع منه فرصه، بيكبر دماغه وبيعيش على الواقع. صحيح. وبيعيش على اللي معاه وخلاص، هو هيقضي سنتين ثلاثه في الكوره وخلاص. وفي واحد لما بتبعده او بيحصل يعني زي ما بتقول كده عدم تقدير لموقفه، بيشتغل على نفسه اكتر عشان يرجع المكان ويرجع رافع راسه ويرجع يشيل النادي الاهلي تحديدا. ان انت ترجع تمشي من النادي الاهلي وترجع النادي الاهلي بعد 6 7 سنين وفي فتره من الفترات قليله، سنتين كان كابتن شريف اكرامي بيلعب، يقعد كابتن شريف ويلعب كابتن الشناوي ويتألق ويبقى هو الحائط الصد. عشان نبقى واضحين وصراحة، الشناوي في سنتين ليه تدخلات في المباريات بتغير نتيجة المباريات. صحيح. لو الأهلي بيكسب بطولة أنا بعزي 35% من البطولة دي للشناوي لوحده، إن ما كانش أكتر. صحيح. عشان ما بقاش يعني 35% إن ما كانش أكتر سبب من أسباب الشناوي سبب فيها بطولات الأهلي. يعني كلمة إن اللي الفرقة اللي عايزة بطولة يبقى معها حارس كويس، ده اكيد دي مقوله صحيحه 100%، ان الفرق الكبيره واصحاب البطولات لازم يكون عندهم حارس بطل. اكيد الحارس بيفرق في حاجات كتير يا كابتن. لما اروح اجيب فيك هدف، انت محتاج ان انت تعوض وبعدين تجيب هدف تاني عشان اكسب. فانا الحارس ده بيوفر عليا الهدفين بهدف واحد. الشناوي مش بيوفر علينا هدف، ده بيوفر علينا 4 5 اهداف في كل ماتش. حتى لما بتروحلوش او بتروح لوحده، ماتش المريخ الاهلي كسبان 3 صح؟ بس جت لوحده في 90 دقيقة. صحيح. اتصرف معاها ازاي؟ هو ده. هو دي اليقظه المستمره اثناء 90 دقيقة، الثبات الانفعالي اثناء 90 دقيقة. الماتش مقلوب علينا امبارح. بص امبارح خلاك متعادل لحد الاخر عشان تيجي في الدقيقة 90 تحرز هدف الفوز. فدي بيغير نتيجة مباريات بصراحة. صحيح. بيغير نتيجة مباريات، ودي حاجة تتحسب للشناوي. لما مشي من النادي الاهلي تحديدا، انا طلعت في احد البرامج مع كابتن شوبير طبعا كابتن عملاق، طلعت معاه وقلت على الهوا ان الشناوي يرجع النادي الاهلي، وما كانش ينفع انه يمشي من النادي الاهلي والله. بس على فكره هو ماشي من النادي الاهلي، هو كان عايز يلعب يعني برضه، عشان يعني كان عايز يلعب يعني مش قوي مش قوي. لا تمام، لان هو اللي كان بيلعب في المنتخب، يعني المنتخب بتاع الاولمبي في الوقت ده كان هو واحمد عادل عبد المنعم موجودين في المنتخب، كان معاهم حارس الزمالك، الاثنين استمروا في النادي الاهلي، احمد عادل استمر والشناوي مشي، فكانت صعبه قوي. واحد بيلعب اساسي في المنتخب هو اللي يمشي، والاحتياطي بتاعه مش يعني مش بقطع في حاجه. لا طبعا، لا وجهات نظر طبعا كبار، بس بتكلم على شخصيه اللي انت بتتكلم عليها، ان بتمشي من النادي الاهلي وعندك اصرار انك ترجع تاني
وده بيبقى صعب يعني، مش ما بيبقاش سهل، خلي بالك انك ترجع تاني خاصه لما ترجع النادي الاهلي، ده بيدل بجانب الموهبه، بيدل على الشخصيه، ده 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 مهم جدا عشان يعني. كده ربنا كافئه ايه ولبس شارة النادي الاهلي. لا ده غير انه بقى رجع النادي الاهلي وبيلعب في النادي الاهلي، لبس شارة كابتن النادي الاهلي لانه يستحقها وزياده. صحيح. الشخصيه دي تستحق كل ده، تستحق انه يرجع النادي الاهلي، وتستحق انه يبقى كابتن فريق النادي الاهلي والمؤثر الاساسي في تغيير نتيجه المباراه. عشان كده كان لازم نطرح السؤال، كان لازم مش سؤال، كان لازم نعرف الناس من كتر ما هي عارفه او حاسه بقيمه محمد الشناوي فعلا في الملعب زي ما انت قلت كابتن احمد، كان لازم نفتح المجال للناس علشان تقول ارائها في محمد الشناوي. تمام. مش سؤال على قد ما هي رسائل، على قد ما هو شكر وتقدير ليه. انا شايفه الحقيقه من خلال الاجابات، لا يعني الناس فعلا حاسه بقدر وقيمه واحد زي الشناوي مع فريق النادي الاهلي في الوقت الحالي، وانت بتتكلم على يعني بطل، بتكلم على النادي، بتتكلم على بطل، بتتكلم على مباريات صعبة، بتتكلم على مشوار صعب. فالنهاردة كان يعني صفحات القناة عليها الحقيقة تفاعل كبير جدا لما طرحنا هذا الاقتراح. يعني ايه اللي انت حابب كنت تقوله لمحمد الشناوي بعد ما تألق خاصة في الفترة الأخيرة؟ فخلونا نستعرض كده بعض إجابات حضراتكم. بنبدأ بالفيسبوك كالعادة، نبدأ مع الأستاذ يوسف طارق. الأستاذ يوسف طارق قال أفضل حارس في مصر والقارة السمراء، الشناوي بينافس نفسه ويختلف عن الآخرين، نحن نمتلك حارس لا يقدر بثمن، شابو أخطبوط مصر والقارة السمراء. صحيح. على تويتر في محمد المصري بيقول الشناوي هو أيقونة هذا الجيل، عاد الهدوء وصفاء النية لغرفة الملابس، وبمجرد ما بشوفه تحت الثلاث خشبات بحس بالأمان، ربنا يحميك يا أخطبوط. ده لسه حالا كنا بنتكلم قد إيه تأثيره كمان فرق في أوضة اللبس كابتن أحمد. على انستجرام نورهام بتقول له ربنا يحميك ويحفظك ودايما متألق وحارس مصر الأول وأفريقيا كلها، العشرة يا شناوي، العشرة يا نورهان، إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. كلها يعني زي ما أنت شايف تألق الشناوي في الفترة الأخيرة ما شاء الله يعني، وبقى حارس مرمى منتخب مصر الأول من خلال الرسائل اللي جت. الناس حتى فاهمة جدا كورة وبدأت تتكلم بلغه المدربين، اتكلموا على اوضه اللبس وده مهم جدا، قد ايه ان الشناوي كمان على داخل المستطيل الاخضر بيأدي دور اكتر من رائع، لكن كمان على مستوى غرفه الملابس بيأدي دوره كقائد يعني. اهميه ده بالنسبه كمان لحارس المرمى، وحضرتك كنت حارس مرمى يعني فترات طويله جدا جدا، كنت حارس مرمى النادي الاهلي، مهم جدا يكون حارس المرمى خاصه ان هو شايف كل الناس قدامه ويبقى فيه تعليمات وفيه شخصيه، الشخصيه دي يعني زي ما بيقول كده بتنعكس على خط الظهر، ومن خط الظهر تنعكس على خط النص وهكذا. أكيد. بيبقى شخصيه الفرقه كلها بتنبع من كابتن الفرقه نفسه. اكيد اكيد. هو في العموم شخصيه حارس مرمى زي الشناوي مش معتمد على سن، يعني الشناوي كده من وهو 22 سنه 23 سنه عنده قياده، عنده يعني الحته القياديه دي، مش اي حد يبقى حارس مرمى وقيادي، القياديه بتبقى هي الميزه الاساسيه لحارس المرمى، ان فرقتك واثقه فيك في اي وقت ان انت تقدر تشيلها، فبتسمع كلامك غصب عنه. يعني بمعنى كابتن ان هو لما بيوجه خط الظهر اللي قدامه، هم لو ما عندهمش ثقه في كلامه مظبوط استحاله يتحركوا صح، او استحاله يتحركوا زي ما هو عايز. فدي نمره واحد. نمره اتنين، هو من الشخصيات المحبوبه، ما انا ممكن ابقى عندي ثقه في اللي ورايا بس انا يعني مش طايق، وعدت عينه في النادي الاهلي وحضرتك عارف وفاهم كلام تمام، فهو محبوب وشخصيه قياديه وحارس مرمى كبير وامكانياته تؤهله انه يبقى موجود في اي حته، غير كده وكده بيتعامل بكل اريحيه مع زمايله، زمايله عندهم ثقه في اي حاجه راح عليه الشناوي هيشيل، عشان كده احنا نركز ان احنا نجيب. فدي كلها بتبقى حاجات بتدي زي ما يعني حضرتك في اللي هو بلس 1، انت نازل بافضليه ان معاك الشناوي، دي بتبقى احساس اللعيب. طب احساس اللعيب في الملعب، انا بلس 1، انا عندي ميزه زياده عن اي حد بلعب قدامه، الشناوي ورايا. واعتقد ان دي ظهرت جليا، يمكن حضرتك بتقولي في الفتره الاخيره تالق الشناوي، الفتره الاخيره دي بقى لها قد ايه؟ الفتره الاخيره دي من 2018 بقى لها 3 سنين بس الناس مش حاسه. انا عن نفسي تحديدا عشان ما اظلمش حد، الشناوي لو موجود في بطوله 2017 او 2018 ما كناش خسرناه، مع انه غلط في بطوله 2018 تحديدا هنا في ماتش بتاع، بس لو كان معانا من الاول يعني ماتش 2018 اللي هو بتاع الترجي، يمكن اخطا هنا في ضربه الجزاء اللي اتحسبت علينا، ولكن هو هناك شال كتير
لما تيجي تقارن هناك شال كتير. فانت لو موجود معاك قبل كده في البطوله اللي قبلها يمكن دخل فينا في ماتش الوداد هدف سهل جدا يعني، مش هتكلم في العموم بس يعني الشناوي لو معانا من فتره وبيلعب هو اعتقد ان كنا وصلنا لل10 وال11 ده ان شاء الله نتمناه الفتره اللي جايه ان شاء الله، باذن الله. مباراه الامس كان فيها اكيد دروس مستفاده. عايز اعرف منك اهم الدروس المستفاده اللي طلع بيها الجهاز الفني سواء او اللعيبه من مباراه امبارح وتفيدهم ايه، سواء على مستوى فيتا كلاب في الدوري الافريقي في دوري ابطال افريقيا، سواء على الاسماعيلي مشوار الدوري. اكيد اول درس مستفاد اللي هو الدرس الطبيعي بتاع النادي الاهلي، الاهلي ممكن يكسب في اي وقت، المهم ما يخشش فيه، طول ما انت ما بيخشش فيك انت ممكن تكسب في اي وقت. ودي قاعده في النادي الاهلي بلس 90 دي شيء طبيعي عندنا يعني والحمد لله متربيين عليه. هو حتى لو دخل كان واحد واحد حتى لو دخل فيه الجون ده دايما عندك امل ان انت ترجع في اي وقت، وده شيء طبيعي جدا والحمد لله احنا متعودين عليه. دي نمره واحد. نمره اتنين لازم يعني من خلال متابعتي للجمهور على السوشيال ميديا لازم الناس تعرف او لازم اللعيبه تعرف ان الجمهور ما بيفتكرش اللي فات يا كابتن، الجمهور بيبص للبطوله اللي جايه، خلاص البطوله صحيح. اللي فاتت خلاص اصبحت في جعبتك، راح وانقضى. اصبحت في جعبتك خلاص، انت بتدور على ايه؟ انت بتدور على اللي جاي، فازاي تسعى للي جاي؟ انت لو ركزت في اللي فاتك ودخلت في بوتقه ان انت جبت حاجه قبل كده للنادي وما فكرتش في اللي جاي، صدقني الجمهور هينسى اللي فات. وفي لعيبه كتير عدت علينا يا كابتن جابت بطولات ومشيت من النادي الاهلي ما حدش فاكرها. ده صحيح. انما اللي بيموت نفسه ستيل لحد دلوقتي هو ده اللي الناس كلها بتفتكره على طول بالخير. في فترات في مباراة امبارح ما عجبتش ناس كتير، تمام، علشان كده لازم كنت اسالك السؤال اللي احنا يمكن سالناه لكابتن عبد الله فاروق، هو المهم الاداء ولا النتيجه؟ لا، النادي الاهلي النتيجه، الاداء ده الاداء والنتيجه. دايما الجماهير بتحب الاداء والنتيجه، ده حقهم، لكن فترات معينه في الكوره كابتن، في الكوره يا كابتن الثلاثه بونت اهم حاجه، مفيش خلاف على كده. وان انا اكسب وانا وحش هو ده، دي الانديه الكبيره هو ده، ان انا اكون سيء الاداء، ولكن انا مش بقول على امبارح يعني في العموم، اما اكون سيء الاداء واعرف اكسب الثلاث نقاط يبقى انا نادي كبير. صحيح. يبقى انا نادي عنده شخصيه، يبقى انا نادي عنده روح، يبقى انا نادي عنده قلب، ودي اهم حاجه بتميز النادي الاهلي. انه حتى في اسوا حالاته بيفرض نفسه على اي حد. بيعرف ياخد الثلاث نقاط، اعتمادنا على الشناوي، ما هو الشناوي يعتبر امبارح احرز ثلاث اهداف، لما صد الاهداف اللي صدها دي يعتبر احرزها. أيوة. الناحيه الثانيه اجاييه هو اللي جاب هدفين وخلص المباراه، ما هو نجم امبارح. طبعا في عوامل مساعده كتير، هما الاثنين دول ما لعبوش لوحديهم، ولكن ان النادي الاهلي في اسوا ظروف ويعرف يكسب، دي ميزه مهمه جدا جدا جدا. لازم الجمهور يبقى اهدى شويه، لازم الجمهور يعرف ان الناس دي لعبت في خلال اربع شهور مباريات تقيله جدا وفي فترات قصيره، والناس دي عندها تحمل. مظبوط. اي حد في الدنيا يا كابتن بيطلع للبيك وبينزل، لازم غصب عنه اول ما يوصل للبيك او اعلى نقطه ممكن يوصلها في الرسم البياني لازم ينزل. الاستمراريه بعد ما توصل للبيك محتاجه وقت اطول، ولكن انت بتنزل مش لازم لما تنزل تنحدر. هو ده، مش لازم لما تنزل تنحدر في مستنقع، لا، لما تنزل حتى المنحنى السفلي بيبقى ما بياخدش وقت كتير. بالظبط يعني، بالظبط. او ارجع انزل سنه صغيره واثبت عليها، اثبت عليها مظبوط لحد ما ارجع اطلع تاني، انما الانحدار بتاعي ما يبقاش كبير. عشان كده لازم الجمهور يهدى على اللعيبه. في الى حد ما سوء، مش هقول سوء اداء، في ممكن اقول عدم، في تعب، في ارهاق باين على اللعيبه كلها. واضح كده جدا طبعًا. جدا يا كابتن، فالارهاق ده هيحصل ريكفري، بس امتى؟ اصبروا عليهم اسبوعين ثلاثه، انما احنا لو ضغطنا عليهم دلوقتي احنا بنحملهم طاقه فوق طاقتهم. عشان كده لازم الجمهور يهدى شويه. انا معاهم، من حقهم يزعلوا، بس لازم يبقى في سنة. طيب احنا بنتكلم على الشناوي ولازم نفتكر على طول يانكم، تمام، ده طبعا مدرب الحراس اللي يعني دايما بنقول ان الحارس حارس المرمى عنده موهبه وعنده اصرار، لكن يبقى دور المدرب حراس المرمى يمكن بيقوم بدور اكتر من رائع. اشرح لنا الجزئيه دي برضه عشان الناس تفهم قد ايه دور مدرب حراس المرمى مهم جدا، انك يحافظ على اتزان الحارس، على تركيز الحارس، على اداؤه الفني. طيب بدايه لازم نعرف ان الرجل الصحيح جه في المكان الصحيح، بمعنى الحراس النادي الاهلي حراس كبار، ولكن كان ينقصهم واحد يتعامل معاهم نفسيا قبل فنيا. هو شخصيه لذيذه وحبوبه ومرح، بيحب لعيبته كلها،
بيجمع الناس حواليه، ودي ميزه مهمه جدا في مدرب الحراس انه يعرف من الالف للياء في حاله وفي حاله اللعيب اللي هو بيمرنه. ادي نمره واحد. نمره اتنين، الراجل جاب بعض الادوات اللي ما كانتش موجوده في مصر استخدمها معاه وجابها على حسابه. طبعا بعد كده الدنيا اتغيرت، انما هو جاب حاجات جديده لمصر اشتغل بيها هنا، ادوات وان لم تكن هايلمان ولكن اجزاء صغيره بتفرق في مواقف صغيره، تفرق في سرعه رد فعل، تفرق في ثبات انفعالي، تفرق في سرعه حركه. بوزيشن يا كابتن احمد، في البوزيشن احنا طبعًا شايفين الشناوي من خلال البوزيشن بتاعه امبارح في واحده غير طبيعيه، امبارح في واحده اتعملت بالكروس كده يا كابتن وهو بيجري بالاثنين، الناس ما خدتش بالها بيجري بالعرض. اي حارس في مصر كان هيجري بالعرض، اي خطوات جانبيه. الشناوي عمل ايه؟ لف وسطه يا كابتن وخد الشمال قبل اليمين وراح عادل نفسه كده، راح جايله ناحيه اليمين راح واخدها ونازل بيها. سرعه حركه رجليه في الوقت ده اجوان كتير جدا في كان مصر. كان هدف محقق ده، كان هيبقى هدف محقق 100%. بس الناس يمكن مش هتتكلم عليه قوي، انما هو 100% هدف شغل محقق. شغل ابن الفني برضه. لا مش شغل مدير، شغل يعني شغل مدرب حراس. مدرب حراس اقصد ازاي يلف وسطه وازاي يتحرك، وهو بيتحرك يبقى عامل زي الواحد الصحيح، لانه لو اتكسر كده والكره جت عكس اتجاهه مش هيعرف يرد، فهو لازم وهو بيتحرك يبقى عامل زي الواحد الصحيح يلف كده، واخد بال حضرتك؟ يمكن دي الكوره اللي انت بتتكلم عليها. لا مش دي، مش دي الثانيه، كانت في الشوط اللي هو الشوط الاول بالسكس يارد بدماغه. ايوه بالسكس يارد بالدماغ، وهو خدها ونزل بيها على الارض. يعني دي لو يعرفوا يجيبوها على الاصابه دي طبعا الفرد ده بقى. انا اقول لحضرتك حاجه، بص وراح وقف وهدي. بص يا كابتن انا لسه بقول لك ايه، لازم وهو بيجري يبقى عامل زي الواحد الصحيح، صح؟ لما نشوف الشناوي وهو بيجري زي يعني كله عايزه تاني معاك اهي. أيوة بص محمد. بص يا كابتن هو بيجري بوشه، بيجري بوشه، لو جري معوق كده او كده الكره هتعدي منه، انما هو بيجري زي الواحد الصحيح عشان لما الراجل يحط رجليه يبقى جسمه كله واقف قافل عليه. تمام. لو معوق او نزل بوسطه، لو معوق او نزل بوسطه الكره دي هتعدي، لانه عبال ما ينزل بجسمه من فوق لتحت الكره هتخش، انما هو راح اتعامل برجليه من تحت وخليه واقف اهو زي ما انا بقول. بص حضرتك هو كده قافل كل الزوايا، مد رجله اليمين وخلى الشمال. في نقطه ثانيه كمان، هو ما اتسرعش انه ينزل على الارض، هو مستني اللحظه اللي يحط فيها رجله. دي ده كمان مهم. بالظبط. دي يعني ضعيفه شويه. لا بتاعت الشوط الاولاني اصعب بكتير يا جماعه، يا ريت لو تعرفوا تعدوها لنا. اللي هي الكره اللي اتعملت بالكروس من علي الفيل، من علي الفيل السيرد باك وراح حطها. بالظبط. دي التجميعه بتاعت مباراه. فكره يعني تحركات الرجل يا كابتن تبان فيها التمركز. طبعا هنا برده عدل تمركزه انه رجع عشان تبقى المسافه بعيده عشان يقدر ياخد رد فعل. ففي حاجات يعني انت كحارس انت لازم الحراس الصغيرة يتعلموا يبصوا الشناوي بيتحرك ازاي، مش بيصد ازاي. صحيح. لان الصد ده سهل، اي حد في الدنيا بيعرف يترمي، واي حد في الدنيا بيطلع ياخد اوفر. الصعب جدا ان انت تتحرك برجليك. التكنيكال نفسه. بس التكنيك الصغيره دي، وده اللي الراجل وغيروا مع الشناوي تماما. فده اللي نرجع بيه تاني، اللي تقصد بيه انه بيرجع ليه الفضل ميشيل يانك. أكيد. مدرب حراس المرمى. اكيد 100% فرق مع الشناوي. يقول غير كده يبقى غير صادق، لان الشناوي كان بيتحرك بسرعه رهيبه وكان بيطلع يعمل بيانات كتير في الفتره اللي فاتت. او من حوالي 4 سنين. تحديدا بيعمل بيانات كتير ليه؟ متسرع ودين دين 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 ويجي ومخابط في الايه؟ في السترايكر اللي قدامه. دلوقتي الشناوي بيعمل ايه؟ خطوتين ثلاثة ويثبت ويقفل الدنيا عليه. يخلي الراجل هو بيفكر هيتجنن، مستني الشناوي يطلع خطوة، لأن السترايكر بيستنى بس الجون يشيل رجل فيحطها من تحتيه، أو يبقى هيترمي من فوق لتحت فيحطها من تحتيه. برضه دي طبعا دي هايلة. بس أنا هقول لك حاجة. بص يا كابتن، الكرة الأول الشناوي كان واقف على بعد 3 يارد وأحمد سمير بيستلم، خد الراجل في ظهره. الشناوي بص بقى ياخد خطوتين ويقف، لو ما ثبتش والكرة دي اتلعبت جنب رجله راح جول طبعا. انما هو الثبات اللي هو عمله، بص خد خطوتين ووقف. بص الوقفه بتاعته دي خليته قريب من الكوره. هو لو كان كمل جري كانت الكوره اتلعبت جنب رجله ما كانش قدر ياخد رد فعل. والرياكشن مفيش حد في الدنيا وهو بيجري ياخد رياكشن، انما ياخد رياكشن امتى؟ لما يكون في ثبات. والرياكشن بتاعه ما شاء الله، رغم ان هو طوله الله يعني معدي 190 طبعا. الرياكشن بتاعه ده شغل برضه يا كابتن، ده شغل عضلات بطن. عضلات بطن ووسط، خلي بالك مش اي حد رد الفعل الصغير في الحته دي. يخلي نشوف الاول عضلات بطن الحارس ووسطه عامل ازاي، اللي بعدها اصعب. ده بالنسبه لميشيل يانكو. اكيد. وقد ايه احدث الفارق مع شناوي، واكيد كمان مع حمزه، واكيد مع علي لطفي، واكيد مع مصطفى. يعني اكيد بص حضرتك، اكيد طالما زي ما بيقولوا كده، طالما المرايه هي الشناوي يبقى اكيد اللي ورا المرايه بتاعتنا. زي الواجهه بتاعتنا هو الشناوي، يبقى اكيد اللي ورا المرايه برضو زي الشناوي بيتعلم اكتر. ده انت مصطفى شوبير
المفترض يعني وحمزه علاء ياخدوا من الراجل ده احسن حاجه عنده، لان الحاجات اللي بيقولها ممكن كتير قوي في مصر ما يبقوش عارفينها. اه في ناس عارفينها وكل حاجه، بس ازاي تبقى عارف وبتطلع الخطا وبتشتغل عليه، ده اللي يفرق مدرب الحراس. في نقطه تانية برضو كابتن عايز اتكلم فيها برضو، لو رجعنا للشناوي من 3 4 سنين ما كانش بيلعب برجله كويس جدا، بس دي يمكن يعني انا شايف دلوقتي، لا انا شايف دلوقتي عنده هدوء وبيعمل وعمل كذا اسيست كمان في بعض المباريات، انه بيوصل الكره اكتر من 40 في الجونة السنه اللي فاتت بالظبط. فدي كمان مهاره، واحد عملها لعلي معلول وعلي معلول عملها بالعرض كانت في ماتش الجيش بالظبط بالظبط السنه اللي فاتت برضو. يمكن هي دي اللي بتكلم عليها. بص بقى كابتن، بص هو واقف فين، وبص لما يلف برجليه هيلف ازاي. لو بيلف بجنبه، بص هو جري بوشه، جري بوشه بمعنى ايه، رجليه الشمال طلعت قدام اليمين ووسطه مفروض، لو بيتحرك بجنبه مش هيلحق الكره لسرعتها، هو واقف هنا تمام. بص بقى لما يجي يتحرك يا كابتن، خد اول واحده بالجنب لقى نفسه مش هيلحق، راح عامل ايه؟ عامل جري بوش، اللي هي اللي اسمها الخطوه المقصيه، ان رجلك الشمال تتحرك قبل اليمين، فانت تبقى واقف بص يا كابتن دي بقى اتلعبت في البعيد، اتلعبت في بعيده هيطلعها، اتلعبت في الضيقه هيطلعها، لان وشه للكوره. النقطه بتتكلم عليها تاني زي ما بتقول، هو الخطوه اللي بالشمال دي هي اللي فرقت، بس هي دي اللي قربته قربته من الكوره، لقى الكوره في ايديه. هو لو لسه بيتحرك بجنبه ما كانش لاقي الكوره خالص، كان هيتاخر، لان طبيعي انت لما بتتحرك بجنبك كده غير لما بتجري بوشك كده، صحيح ده شيء طبيعي. فهو عمل الاولانيه، خد الاولانيه بالجنب، لا الكره مش هيلحقها، راح عامل ايه، راح عامل الخطوه المقصيه، راح طالع برجله الشمال وعادل اليمين عليها، بقت الكره سهله بالنسبه له. عشان كده بقول لحضرتك التمركزات والتحركات الصغيره دي مش هيشوفها غير واحد عارف هو بيعمل ايه، عنده تراكم للخبرات بالظبط. الخبرات بتاعه الشناوي بقت حته تانية. لا بس هو برده الراجل غير من خطوات رجل الشناوي زي ما الكابتن قال، انه برده غير من الناحيه الهجوميه عند الشناوي، ان هو بقى يعرف يلعب كوره مميزه، بيعرف يحط ثرو باص عند واحد بيلعب كوره من فوق سترايكر عشان تروح عند مثلا باك ليفت، فيبتدي هجمه بالزبط. ويبقى ضرب خط طولي كامل، يعني اصل في فرق ان انت اطلق اضرب خط عرض فاقعد اباص كده، انما ان انا باصي خط طولي واضرب مساحات مقفول على السردباكين، مقفول على السردباكين، فانت بتلعب هعمل ايه؟ هلعب كوره طوليه على الطرف من هنا، او كوره طوليه على الطرف من هنا، هضرب بيها خط كل الاسترايكرز اللي بتهاجمني كلها، او الثلاثه اللي قدام او الرباعي اللي قدام، فانا بكده عرفت ابقى مهجومي. مش كل الحراس بيعرفوا يبنوا الهجمه اللي من تحت دي يا كابتن؟ غالبا يعني هي الكره اتغيرت، يعني الكره من 5 سنين اتغيرت في العالم كله. وبقى الحارس صنع زي مثلا زي كره اليد، الحارس دلوقتي بتاع كره اليد بيطلع بره كره اليد عشان يبقوا 7 بيهاجموا 6. ايوه لا دلوقتي حارس المرمى بقى ليه دور هجومي زيه زي الدور الدفاعي بالظبط. وفي مدربين كبار بيلعبوا حراس يمكن تكون عندها 60% تصديات ولكن عندها 100% دور هجومي، وده كتير جدا في دول اوروبا حضرتك عارف طبعا. فكون ان هو الحارس يبقى بيزود نفسه في حته زي دي، لا يبقى الشناوي برضو عارف ان دي كانت ناقصاه واشتغل عليها كويس. طيب ده بالنسبه للشناوي، بالنسبه لميشيل يانكن تمام، الشكل والتكتيك الفني بالنسبه لموسيماني ظهر ولا لسه محتاج الوقت؟ ما ينفعش ان احنا نحكم على موسيماني في التوقيت الحالي. طيب بدايه اي مدرب او اي مدير فني في الدنيا طبعا مش عارف اتكلم وانت لا والله ما عارف اتكلم هنهجك لو في حاجه هنهجك اي مدير فني في الدنيا عشان اقدر احكم عليه لازم يكون معاه السكواد بتاعه. هو اللي اختار ال 25 لعيب او ال 30 لعيب اللي هيشتغل بيهم طول السنه. تمام؟ ادي نمره واحد. نمره اثنين، انا باجي الاقي لعيبه ممكن تكون لعيبه كبيره جدا بس مش هتتوظف في الشكل الفني بتاعي، بدليل ان مستر موسيماني جاي بيلعب 4-2-3-1. في فتره من الفترات عايز يغير ل 4-3-3، يبقى لازم يكون معاه اللعيبه اللي تعمل دي ويكون معاه اللعيبه اللي تعمل دي، صح؟ ممكن في وقت من الاوقات يقول لك انا عايز العب 3-4-3 عنده من اللعيبه انها تعمل دي ولا لا، دي بتاعته هو على حسب رؤيته الفنيه. ادي نمره واحد. نمره اثنين، مستر موسيماني عشان احكم عليه في انه خد اول ما جه كسب الوداد وخد بطوله افريقيا وراح لعب في كاس عالم، انت بتحكمي عليه في اجواء صعبه جدا جدا يا كابتن. احنا بنحكم عليه في قمه الضغط العصبي والنفسي. ما انت لما تيجي تحكم عليه، ما هو برضو الضغط العصبي عليه في الدوري مش زي الضغط العصبي عليه في افريقيا وكاس عالم انديه. فاحنا برضو احنا الراجل ما لحقش ياخد نفسه، جاي من بره على افريقيا ومن افريقيا على كاس. عشان كده ساعات بيظهر حتى في المؤتمرات الصحفيه ليه زعلان، متضايق. زعلان طبيعي، زعلان لان انتوا يا جماعه انتوا ضاغطين عليا، ادوني فرصه، ادوني اريحيه شويه. وما فيش مدير فني في الدنيا، اعظم مدير فني في الدنيا بيغلط، واعظم مدير فني في الدنيا بيحط سيناريو للمباراه
والمباراة بتطلع حاجة تانية خالص، صح ولا أنا غلطان يا كابتن؟ أكيد فيعني لازم نصبر عليه، نحدد إمتى؟ إن شاء الله شهر 3 شهر 4 آخر شهر 4 تقدري تقولي موسيماني ده مدرب كويس ولا لأ، أو مدرب وحش ولا لأ. الميزة الوحيدة اللي أنا شايفها ودي أكتر حاجة مخليها موسيماني واقف على رجليه، إن لعيبته بتحب العلاقة ما بين اللعيبة، العلاقة ما بين اللعيبة أو الجهاز الفني والمدير الفني فرقة جدا 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 مع موسيماني. اللعيبة بتحبه فبتحاول تعمل أقصى ما في وسعها، إنما الناس دلوقتي بتعتب على موسيماني عشان خاطر الأداء غصب عن اللعيبة، إرهاق وإجهاد غير عادي يا كابتن. أكيد يعني مهما يحاول يدخل لعيب أو اثنين أو ثلاثة، أنت كأس العالم للأندية لعب أكتر من 17 أو 18 لعيب، طب ما هم ال 18 لعيب دول اللي هو معتمد عليهم هنا، ناهيكي إن بيطلع له كل شوية إصابات، يعني وليد سليمان يغيب بقاله 3 شهور، ناصر ماهر أول ما يبتدي يخش ماتش والتاني والتالت ويتصاب، علي معلول بقاله 5 أسابيع مصاب. وليد مش معانا بقاله فترة. ما أنا بقول لحضرتك ودي لعيبة مؤثرة في النادي الأهلي، ما حدش يقدر يقول غير كده. فطبعا طبعا انا شايف ان الناس سنة السكاكين قوي على موسيماني، ومش بس كمان تلاحم وضغوط المباريات، كمان المباريات الثقيله. ما هو ده يعني انا بقوله لحضرتك، هو جاي نازل بين المطرقه والسندان، انت لعبت الوداد بره ولعبت الوداد هنا ولعبت الزمالك نهائي كاس افريقيا وبعدين رحت كاس عالم ولعبت ماتشات هنا في نهائي كاس مصر. يعني هو جاي في فتره ضغوطات. طبعا النادي الاهلي على طول مضغوط، بس يعني رفقا بالجهاز الفني بالكامل، لان ده شغل جهاز فني. نعم، وده وقت سبورت، وده الوقت اللي اللعيبه والجهاز الفني محتاجين الجماهير تبقى سبورت ليهم وضهرهم. ده الوقت يعني. تمام، في سؤال عايز اساله خاص بحراسه المرمى. اتفضل. انت مع يمكن القرار اللي طلع من اتحاد الكوره؟ قلت لي طيب خلاص مش هكمل. حرام. طب انا هقول لك، احنا معانا دلوقتي دكتور احمد فوزي. لا غير القرار ده، لا ده قرار تاني، قرار تاني بتاع استخدام. انا بحسب اقول لك وجهتين النظر. وجهه النظر الاولى ممكن تقول لك ان انا ممكن عايز اعلي من، يعني لو جبت حارس مرمى مميز افريقي او ايا كان ليفل عالي، فده بيشد اللي تحتيه انه يوصل للليفل بتاعه، وتبقى في تنافس ما بين اللعيب المحلي او اللعيب الوطني وحارس المرمى. دي وجهات نظر. طيب. وجهه نظر الثانيه ان انت بتقفل على قطاع كبير من الحراس الصاعدين الواعدين ان هم مش هياخدوا فرصه، ويبقى انت كمان بتفتح الباب لكل الانديه، ده من السهل جدا تجيب حراس مرمى. طيب. اشرح لنا الجزء دوت بشكل انا هقول لحضرتك الجزء الاولاني. طبعا ان انت تجيب حد اجنبي يبقى موجود مع الحراس المصريين عشان يعليه مش صح، عارف ليه يا كابتن؟ لان كل اللي موجودين في السوق من الوكلاء هيجيبوا الحراس هم 10000 دولار و12000 دولار. انا متاكد يعني. انا متاكد من الكلام ده لانه انا عصرت لعيبه كتير، يعني انا عصرت حراس كبيره يا كابتن. فاكر في الثمانينات والتسعينات هي بيل انطوان بس يا كابتن، مفيش حد تاني. انما تعالى هات حراس هنا جت في مصر حراس كبيره، مفيش. محمد سيدي بيه جايب 12000 دولار. حلو 12000 على فكره دولار. على فكره انا بتكلم جد والله يا كابتن. جواو رافائيل لعب في الترسانه 4 سنين ما شفناش منه حاجه. في مين تاني لعب في مصر هنا؟ سيدي بيه اللي هو عور علي ماهر. في حد تاني هقول لحضرتك؟ يعني تجارب الاجانب بالنسبه لحراس المرمى مش مفيده يعني. خالص. هو بيجي هو اللي بيتعلم على حسنه وبعد كده يروح اوروبا، زي اللعيبه اللي بنجيبها في نص الملعب والسترايكرز، تقعد هنا 3-4 سنين وبعدين تروح اوروبا او تروح مثلا اسيا، جنوب شرق اسيا، او تروح دول عربيه. وده اللي بيحصل يعني. اذا كان بيحصل كده في اللعيبه اللي هي اللي موجوده في الملعب، طب ما بالك بالحراسه. دي نمره واحد. نمره اتنين يا كابتن، انا هخلص على جيل كامل، بمعنى من 2006 ل 2010 او من 2002 ل 2010 2012 ما كانش عندنا حراس. عارف ليه؟ ما فيش جيل طلع من الحراس. الجيل اللي طلع من الحراس اللي هو جيل الشناوي، مهدي سليمان، احمد الشناوي، عامر، ده اول جيل حراس. كان موجود شريف اكرامي، احمد عادل، مش عايز انسى حد يعني. بس ده الجيل الوحيد اللي باقي. طب فين واللي بعده مين؟ كان الجيل بتاع الحضري وعبد المنصف وانا وعبد واحد 45 سنه دلوقتي، والجيل ده 33 سنه. ال 12 سنه دول كان في استخدام حراس اجانب. فالمدير الفني بيعمل ايه؟ بيلاعب اللي موجود، الخبرات واللي موجود واللي يعرف يشيله. الحراس ال 12 سنه دول ما كناش لاقيين حارس يقف منتخب مصر.
يبقى انا كلامي صح ولا لا؟ مظبوط. لا يبقى انا لازم ادعم الحته دي. زي انا بقول لك الكلام ده لازم يحصل كمان بالنسبه للسترايكر، لان احنا ما عندناش سترايكر في مصر يا كابتن. ودي وجهه نظر يعني، سترايكر وباك ليفت لازم يتمنعوا من طبعا مع احترامي لعلي معلوم، مش قصدي والله علي معلوم، بس دي حته صعبه يعني. بلاش بس انا قصدي ايه، ان احنا لازم احنا كاداريين لاتحاد الكوره لازم ندور على الحتت اللي ناقصانا. بس نفس الازمه دي انت تقصد ان هي كمان في مركز في نفس المكانين اكيد في الفرود المسحه. نعم في كلام كتير قوي، مشكله كبيره، عن مشكله كبيره. مين اللي عنده حق؟ عشان ده سؤال افتتاحي للموضوع، المسحه الاول اللي عنده حق، اللي الانديه اللي هترفض ورفضت بالفعل ان هي تجري المساحات على حسابها، وقرار اتحاد الكوره باتخاذ هذا القرار. طيب اللي عنده حق ساعة الاتفاق، انا ما كنتش موجود ساعة الاتفاق، ما اعرفش ايه اللي حصل والله، عشان ما اجيبش الحق على حد. لو هم متفقين من اول يوم الانديه اللي هتعمل المساحات يبقى الحق عن الانديه، لو متفقين ان اتحاد الكره اللي هيعمل المساحات الاول، ودي اللي يعرفها اللجنه الخماسيه اللي قبل كده، لو اللجنه الخماسيه هي اللي قالت ان المساحات عليها يبقى المفروض الكل الانديه قالت كده. الانديه كلها الأندية قالت كده يبقى العيب عند اتحاد الكره، ان اللجنه الخماسيه هي اللي هتتكلف. لو اللجنه الخماسيه وعدتهم بكده يا كابتن يبقى هي اللجنه المسؤوله. ما هو الانديه برضو خلي بالك من كورونا والمشاكل بتاع كورونا، ما كانش في فلوس، ما كانش في فلوس يعني، الانديه ما عادش فلوس فعلا، وانا معاك. فكان يقول لك لا طب انا انت كمان هتحملني ان انا اعمل مساحات، وبالتالي اللجنه الخماسيه قالت لا خلاص دي على مين هيخسر يا كابتن في القصه دي؟ الاهلي والزمالك وبيراميدز بصراحه. طبعا عشان دول الانديه اللي هتلعب في افريقيا، ممكن لعيبه من الفرق الثانيه يبقى عندها كورونا وتخالط اللعيبه بتاعتنا اللي بنعمل لها مسحه كل 5 ايام ولا كل 4 ايام. والسؤال للحكام ده مشكله، ده انا سمعت ان الحكام كمان خلال الاسبوعين اللي فاتوا ما كانش، لا ما عملوش. طب ما دي كارثه اصلا يعني، دي كارثه، لان في اختلاط الحكام داخل الملعب، ويعني أكيد ما برضه باللعيبه. وبعدين بالنسبه للعيبه كمان، انت نفسك بتنهج وغصب عنك بتطلع كل اللي جواك، فانت حتى لو انت تعبان هتطلع كل اللي جواك، واللعيبه اللي في الملعب كلها هتستنشقه، ولو انا ما استنشقتوش هاخد منك هتاخده من زميلي. اكتر ان احنا هنتعب قوي يا كابتن، عشان كده لازم نستمر في عمل المساحات كنادي اهلي، وتبقى الكثافه بتاعتها اكبر. هتكلف اكتر، بس لو الريت بنعمل كل مثلا اسبوع كل 10 ايام، لا ده احنا نعمل كل 5 ايام عشان نطمن على نفسنا ونطمن على بقيه لاعبتنا، لان احنا هنواجه مشكله كبيره في الفريق. طب احنا عندنا دلوقتي انديه لا تتحمل تكاليف، لا تتحمل اي مورد، يعني ينفع نروح ما عندهاش اي مورد. ايه ينفع نروح نقول لاسوان هاتي 3 مليون؟ طب ينفع تقول كده لغزل المحله في التوقيت؟ ما نقول اسوان وغزل المحله يعني، وانديه زي كده حرام برضو. ما هو برضو حرام يعني. انا شايف ان هم كان من الافضل ان الموضوع ده يتبناه اتحاد الكوره، وممكن الوزاره النهارده، الوزاره بتطلع 42 مليون جنيه وزاره الشباب اعانه للانديه. طب ما ال 42 مليون جنيه دول تستقطع منهم جزء صغير 5 6 مليون جنيه، يبقى هم دول بتوع المساحات، وفي نفس الوقت يبقى حليت المشكله بتاعه المساحات اللي هتعود بالاصل. خلي بحياتك احنا في المنظومه دي مش اقل من 750 800 الف اداري ولاعب وعامل كل الانديه. فانت لو 5 6 اتصابوا هتصيب مجموعه كبيره جدا باهاليها اللي موجوده في البيت. فايه المشكله ان وزاره الشباب النهارده بدل ما هي عملت الاعلان 42 مليون للانديه الشعبيه، خليهم 36 مليون وتاخد 6 مليون تديهم تحت، يكون في اعانه من المجلس من الوزاره مع اتحاد الكوره، علشان مثلا ادفع كنادي 30% ووزاره الشباب تدفع 70%، لان اكيد وزاره الشباب بيطلع لها نسب من الدوري، وبيطلع لها نسب من يعني كان كمان دورها ان هي تعمل حاجه زي كده. طب ايه المشكله ان انا اعمل اعانه للانديه في النقطه دي بالذات، وادفع لهم انا الانديه اللي مش قادره ادفع لهم انا، وابقى انا مستفيد وافدت انديه كتير، وبرضه هتبقى انديه شعبيه. طب النهارده الحل الوسط ايه ما بين النهارده تعنت الانديه وقرار اتحاد الكوره؟ شايف ان ممكن يكون في صيغه تفاهم يعني؟ ايه الحل؟ انا وجهه نظري زي ما بقول لحضرتك كده، الانديه هي الخسران. ايه الحل؟ الحل ان النادي رقم واحد يخاف على نفسه وعلى لعيبته. مش هيخاف على نفسه وعلى لعيبته، النادي هيخسر بعد كده. انا النهارده اي فريق الغزله مثلا ما عندوش امكانيه، بس النهارده بيلعب قدام فرقه جاله 3 كورونا، الماتش اللي جاي واللي بعده هيخسرهم، وثلاث لعيبه اساسيين هيخسرهم. سي الجونه عنده لعيبه ومش هيعمل مساحات، طب عندي 5 لعيبه النهارده اتصابوا وقعدوا برد وكحه ومش قادرين ياخدوا نفسهم، ما انا هخسرهم 3-4 ماتشات بعد كده. يبقى الانديه لو ما عرفتش ان هي تخسر لعيبه ولاعيبه ذات قيمه ودفع لها فلوس عشان تلعب باسمها، يبقى لا، ده انا كنادي اخاف الاول،
نمره واحد، نمره اثنين اتحاد الكوره. اصل انت لو لقيت ماتش والتاني والتالت بيتاجل عشان خاطر عندك 15 16 البطوله هتبوظ خالص. اصلا انت البطوله المقرر ان هي بتخلص شهر 9، طب انت لو تاجل لك في كل اسبوع مثلا ماتشين ثلاث هتلعبهم امتى؟ هتخلص ده في شهر 12 اللي جاي. فده خلاص وزاره الشباب منوطه عن حاجه زي كده، لما يكون في مشكله بين الانديه واتحاد الكوره لازم يكون في تدخل من وزير الشباب. وانا زي ما بقول لحضرتك، زي ما طلعت اعانه النهارده للانديه الشعبيه، طلع اعانه للاتحاد الكوره ان هو يعمل مساحات على حسابه، وفي الاخر هتبقى مستفيد. ممكن يستقطع من ال 42 مليون دول للانديه بسبب الظروف الماليه؟ ماشي، لو مش هتستقطع منهم زي ما طلعت 42، طلع لك 10 مليون لحاجه زي كده، وانت الكسبان كوزاره شباب وكاتحاد كوره في الاخر، لان اتحاد الكوره يتبعك ومنظومه تابعه ليك. صحيح صحيح. نروح للمباراه المهمه امام فيتا كلوب، مباراه النادي الاهلي في الجوله الثالثه من المجموعه بتاعت النادي الاهلي، مجموعه مشتعله بشكل كبير جدا أكيد. بعد طبعا هزيمه النادي الاهلي من سيمبا وفوز فيتا كلوب على نادي المريخ، شايف المباراه ازاي يا كابتن؟ المباراتين الجايين هم مباراتين صعوب بالنسبه للنادي الاهلي. مباراتين صعوب. يعني الاهلي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لو قدرنا نكسب ونتعادل على الاقل او نكسب ونكسب هناك، المهم ان احنا نكسب الماتش اللي جاي هنا بس ان شاء الله يوم الجمعه. ان شاء الله. وبعد كده نفكر في اللي بعده، انما اهم حاجه احنا لازم نكسب بوجهه نظري، ناخد 6 بونط من 6 بونط. واقل متفائلين عايز 4 نقاط من الست نقاط. فتاخدهم ازاي وكيف لازم تاخدهم. ماليش دعوه، انا عايز السته الاربعه بونت او السته بونت. لو خدت 6 بونت هنافس على المركز الاول ان شاء الله، هكسب سيمبا هنا وهكسبه في اكتر من فرق 3. وخلي بالك اي ظروف تانية للماتش غير ان احنا نلعب في درجه حراره 45 والهيوميديتي 70%، ما كانش هتبقى دي النتيجه، مش هتبقى دي. وانا اعتقد ان شاء الله لما يجوا يلعبونا هنا هنكسبهم وهنكسبهم مستريح ان شاء الله، وهيبقى اخر ماتش في الدوري اصلا. هيبقى اخر ماتش عندنا، يعني احنا طالعين فيتا سوري جاي لنا فيتا، طالعين فيتا وبعدين طالعين المريخ واخر ماتش سيمبا. فانت لو عندك 12 بونت قبل ما تلعب سيمبا تكسبه هنا ب 2-0 تطلع انت اول مجموعه. بس مش دي قصتي دلوقتي، انا قصتي دلوقتي ان انا اخد من فيتا ست نقاط او على اقل تقدير 4 نقاط. المهم الماتش اللي جاي لازم اللعيبه تخرج من الاجواء اللي هي فيها، لازم التركيز يزيد، يسيبهم من السوشيال ميديا شويه، يا ريت لو كابتن سيد يعرف يقفل عليهم الجو شويه. مش هتبقى يعني متأثرين بكلام الناس طبعا اكيد. يعني ومش عارفين يخرجوا من العبايه اللي هم لبسوها من ساعه بطوله كاس العالم، لان هم قدموا مستويات عاليه جدا جدا جدا، وبعدين لما جم هنا المستويات قلت غصب عنهم نتيجه للارهاق البدني، اجهاد بدني. تمام. فعشان كده اللعيبه بتسمع الكلام بتقول لا طب ما احنا مش يعني الكلام مش هينفع، يعني ما هو ما حدش جري زينا وتعب قدنا عشان يعرف احنا تعبانين ازاي. ولا انا غلطان يا كابتن؟ مظبوط. تمام. فهم متاثرين غصب عنهم، وفي نفس الوقت الجمهور برضو الجمهور يعني لا لوم على الجمهور طبعا. مجموعه الاهلي يعني مش مجموعه الموت، يعني هي مجموعة قوية ولكنها مش من أصعب المجموعات، متوازنة. وما ينفعش النادي الأهلي في مجموعة تضم الفرقة دي إن هي ما تصعدش بصراحة. يعني مهما كان إحنا نصعد على أي مجموعة في الدنيا، ولكن في ظل المجموعة اللي معانا دي أعتقد إن مجموعتنا أسهل من مجموعات تانية كتير. فلازم ان شاء الله، لازم لابد ان شاء الله باسم النادي الاهلي ان احنا ان شاء الله نطلع اول مجموعه. احنا بنحترم المنافسين وواثقين في روح الفانيلا الحمراء اكيد. النادي الاهلي حاجه انت كابن من ابناء النادي الاهلي. صحيح. ما ينفعش اقول ان انا مش عايز غير المركز الاول. طبعا طبعا اكيد. صح. والجماهير طبعا حسب حاجه زي كده، واللعيبه خلي بالك دايما طموحه للمركز الاول ما فيش شك. يعني احنا لو صعدنا بمركز ثاني هنكون زعلانين او يعني هو في الاول وفي الاخر طب ما احنا طلعنا السنه اللي فاتت وخدنا البطوله. بالظبط. يعني هو مشوار طويل بس لسه بدري، لسه بدري جدا. وخلي بالك مباراه طلع الجيش رغم يمكن الاداء لكن الفوز في بلس 90 فوز هيفوقنا كابتن. المكسب بيجيب مكسب في اي وقت، ده مهم جدا، عكس الخساره بتؤدي لخساره وتعادل، انما المكسب بيجيب مكسب في اي وقت، بيخلي اللعيبه في الملعب عندها ثقه. المكسب بيخلي اللعيبه نازله باريحيه زي ما بقول لحضرتك. فاعتقد الكلام الكوره بيقول ان المكسب بيجيب مكسب ان شاء الله. صح. الماتش الجاي هنكسب وان شاء الله الماتش اللي بعده هنكسب. الخساره عطلتك شويه بس ما وقفتكش يعني الخساره لا يمكن الخساره توقف النادي. لا لا يمكن الخساره توقف. احنا السنه اللي فاتت في وقت من الاوقات تقريبا في 2018 كان معانا كابتن حسام البدري، في اول ماتشين خدنا نقطه واحده وكنا متزايلين المجموعه. جه مستر كارتيرون خدنا 10 نقاط، كسبنا 3 ماتشات وتعادلنا ماتش وطلعنا تاني المجموعه. وفي السنه دي وصلنا نهائي كاس افريقيا، خسرنا من الترجي على ما اعتقد 2018، خسرنا من الترجي.
2018 خسرنا من الترجي. فالبطوله بتاعه 2018 دي اكبر مثال ليك، انت من ماتشين خدت نقطه واحده، خسرت وتعادلت في ملعبك وخسرت بره، والحمد لله وصلنا. هي قصه في ايه؟ القصه في الاصرار وعزيمه وروح النادي الاهلي، ودي اللي احنا متاكدين منها ان شاء الله. ده حقيقي ومتاكدين منها وردود الافعال. ودايما كنت بقول يمكن في مشوار البطوله دايما بيبقى فيه مباراه عثرات بالظبط، وساعات من العثرات ديت هي اللي بتفوق يعني بلغه الكوره تاني، هي اللي بتفوق. أكيد. ومشوار النادي الاهلي دايما البطولات، مفيش فرقه في العالم على حتى على مستوى التشامبيونز ليج بنتكلم على التوب تيمز، مفيش فرقه بتاخد الطريق مكسب على طول، لازم يكون في تعثر ولازم يكون في هزيمه. عمل كده غير بايرن السنه اللي فاتت. بايرن بس استثناء يعني، استثناء كان بيدوس على كل الناس يعني، استحق 11 ماتش من 12 ماتش ماتش واحد تعادل يعني، حاجه عيب. بايرن السنه اللي فاتت يعني حاجه استثناء للقاعده. انما اي حد بيخسر كابتن زي ما انت بتقول يعني دايما الكبوات ديت بتفوق، ودايما الحاجات العثرات ديت بتفوقك. خساره النجم الساحلي لنا السنه اللي فاتت كانت عثره كبيره وفوقتنا، وقدرنا بعديها ناخد البطوله. سان داونز 5-1 5-0 خليتنا خلت الجمهور أيوة. هو اللي وصل لعيبه النادي الاهلي بعد الماتش اللي كسبناه هنا 1-0 بهدف ازارو، ان الجمهور يعمل كده مع اللعيبه، فاللعيبه تاخد عهد على نفسها في الملعب انها تجيب بطوله افريقيا. وده اللي حصل السنه بين الشوطين. الشناوي دخل قال لهم فين العهد اللي انتوا قطعتوه على نفسكم قدام اللعيب؟ بالظبط. وده اللي ربنا كرمنا بيه. فيعني انت لازم قدام الناس لازم تحاول الجمهور. بس لما تقع تقوم واقف اكتر من الاول. وده اللي بيعمله النادي الاهلي دوما، مش مره ولا اتنين، لا دوما النادي الاهلي لما بيقع بيقوم فايق واكتر كمان من الاول. كلمه اخيره توجهها لجمهور النادي الاهلي. يعني جمهور النادي الاهلي مش محتاج كلام، جمهور النادي الاهلي في ظهر النادي الاهلي في اي وقت، جمهور النادي الاهلي هو المحرك الاساسي لمكنه النادي الاهلي، وهو السولار اللي بيشتغل بيه المنظومه كلها. جمهور النادي الاهلي في ظل ازمات النادي الاهلي هو اللي واقف في ظهره، وهو اللي بيسنده، وهو اللي بيدعمه بره وجوه. جمهور النادي الاهلي في ظل تالق لاعبته بيحاول، احنا بنكسب بطوله تاني يوم الصبح بنقول عايزين البطوله اللي بعدها، وإن كنا لما بنكسب بطولة في نفس اليوم بيقولوا عايزين البطولة اللي بعدها. فجمهور النادي الأهلي هو اللي مدي الباور دي للاعيبة النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي هو رقم واحد في المنظومة، وهو رقم واحد، واللي احنا الحمد لله اتربينا على اللي عايزه جمهور النادي الأهلي، وده اللي ماشي، وهو اللي محافظ على مبادئ النادي الأهلي ومحافظ على تماسك النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي لا يقدر بثمن. انت شرفتنا النهارده، الله يعزك، ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. الله لاول مره في البيت الكبير، الله يكرمك، ربنا اللي اتشرفت والله العظيم. والله انا اتشرفت لاني يعني بتكلم كوره ومستريح وبتكلم في كل حاجه. انا فعلا من يعني من المرات القليله اللي انا اتكلم كوره في النادي الاهلي وفي قناه النادي الاهلي، وابقى يعني مبسوط ان انا قاعد مع حضرتك وقاعد معاك. الله يخليك، ربنا يكرمك والله، ربنا يبارك فيك. نورتنا كابتن احمد، كان اللقاء متميز، وان شاء الله على تواصل موجود على طول. انا ادهول صفروا لك تاني. نورتنا وشرفتنا، ربنا يخليك. دي كانت حلقتنا في البيت الكبير النهارده، بكره ان شاء الله بيتجدد اللقاء ده من 10 لواحدة في البيت الكبير. اصبحوا على خير.